الراديو 90-90 هواها مصري. النجم محمد هنيدي بواب العبارة على الراديو 90-90. سلام عليكم يا استاذ عبدو حلاق. وعليكم. ايه يا عم مالك؟ ما تقوم تديني طلقة في دماغ احسن. طلقة؟ تفتكر انا لو كان معايا حق المسدس اللي هضربك بيه الطلقة كنت هقعد قعدتي دي؟ لا بقول لك ايه، مش طلبة، جرف على الصبح. صبح ولا مساء؟ خلصني، عايز ايه؟ هو يا عم، هو انت مش حلاق؟ هكون عايز منك ايه يعني؟ جاي لك تصلح لي التلاجة يعني؟ وهو انا لو كنت بصلح تلاجات كان ده بقى حالي. يخرب بيت وشك يا استاذ عبده، يا عم بالله عليك ما تتكلمش وقوم احلق لي من سكات، خليني الحق الفرح اللي انا رايحه. تعال يا سيدي. يا عم تعال، انت اللي واقف بر المحل. اه صحيح، لا مؤاخذه يا جمعه، انا بقالي فتره كده مش متظبط. ليه يا استاذ عبده؟ خير؟ حصل ايه؟ قرفان من نفسي قوي يا جمعه. امال احنا نعمل ايه بس يا عم عبده؟ ايه يعني؟ مش قصدي يعني احنا نعمل ايه، نساعدك بايه يعني؟ ساعدني ايه بس يا جمعه؟ لو كان ينفع حد يساعدني كان زماني حاجة تانية. حاجة تانية ازاي يعني؟ كنت هتبقى خلاط مثلا؟ يا عم خلاط ايه بس؟ يا عمي انا مش فاهم منك حاجة، كل ما اقول لك حاجة تقول لي لو كان. افهمك يا سيدي، انا جمعة راجل وشي فقر، عمرها ما جت معايا، ادخلت كمية مشاريع كبيرة جدا وكلها فشلت. كلها؟ طيب يا عم عادي، وايه اللي فيها يعني ما بتحصل؟ مش بالشكل ده يا جمعة. اقول لك ايه بس، ما انت مش عارف حاجة. طب عرفني يا سيدي. واقول لك على حاجة، احلق لي، مش لازم تعرفني. لا طالما بدأت فضفضة يبقى كمل. طب اخلص يا سيدي، اخلص، عندي فرح قلنا. بص يا سيدي، انا مرة اشتريت فدانين في البلد، قلت ازرعهم عشان فلوس الزراعة حلوة شوية، والزرعة ما جابتش همها، انا قلت ابيع الارض. جميل. بعتها من هنا والارض دخلت كردون مباني من هنا، وتمنها اتضاعف 5 مرات. لو كنت استنيت يوم واحد كان زماني كسبت قد كده. عادي يا استاذ عبده، قدر الله ما شاء فعل. وخد من ده بقى فوق ال30 مشروع وحياتك. عرفت انا قرفان من نفسي ليه يا عم؟ عرفت بقى ان مشكلتي ملهاش حل، لان لو كان ليها حل ما كانش اكفش اكفش. هي الكلمه دي سبب كل المصايب اللي انت فيها. كلمه ايه؟ لو كان. الكلمه دي كفيله انها تعيشك تعيس ومتكدر. اسمع كلامي، وقادره تبعد عنك نعمه الرضا. لا يا شيخ. اسمع مني يا عمي، نعمه الرضا اهم بكثير من الفلوس. قول الحمد لله، قول، عشان ما تفقرش العتبه اللي انت فاتحها داي، اللي فاتحه بيتك وبتوكل عيالك. ما سمعتش العباره اللي بتقول كلمه لو كان هتوديك المرستان؟ لا ما سمعتهاش. ما هو لو كان عندي علم بيها ما كنت. يا عم غور في ده يا بقى، انا غلطان اني قاعد بكلم مع واحد زيك. الله، طب رايح فين؟ مش هتحلق ولا ايه؟ ما هو لو كان في حد غيرك هو اللي هيحلق لي كنت حلقت. بواب العبارة مع النجم محمد هنيدي على الراديو 90-90.